السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار. موجة غلاء مع افتتاح سوق الأضاحي بمدينة طنجة. مربو الماشية يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب الخرفان المستورد. واش الرئيس الجزائري غادي يكون هو غورباتشوف شمال إفريقيا ويكون آخر رؤساء الجزائر الموحدة؟ تفاصيل جد مهمة في هذه الحلقة. هكذا ودع مغاربة الجزيرة زميلهم الإعلامي عبد الصمد ناصر. يوسف شيبو بعد هزيمة المنتخب المغربي يجب إعادة النظر في بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أي شيء للمنتخب. فنانة مصرية، هذا المشهد تسبب في تلاقي. الرجراجي، مباراة جنوب إفريقيا كانت فرصة لتجريب بعض الأسماء، وأنا سعيد لأداء البعض ومحبط لمردود البعض الآخر. أشرف حكيمي يدخل إلى عالم التعليم والرعاية والرياضة. التفاصيل في هذه الحلقة. شهد سوق الأضاحي بمنطقة الحرارين بطنجة مع بداية افتتاحه خلال الأيام الماضية موجة غلاء للأضاحي وسط ارتفاع الطلب وقلة العرض، حيث لم يلتحق بالسوق المحدث والذي تم افتتاحه في وجه العموم سوى بضعة كسابة قادمين من بعض المناطق الداخلية كخنيفرة وغيرها، وسط مخاوف من نقص في رؤوس الأضاحي خلال هذه السنة بسبب موسم الجفاف. وعينت قناتنا توافد المئات من المواطنين إلى هذا السوق للإطلاع على وضعيته مع بداية افتتاحه، وبالرغم من تجهيزه بشكل مهم من حيث اللوجستيك ووضع مطارس في مدخلها، فضلا عن وجود المصالح الأمنية وفرق القوات المساعدة والوقاية المدنية، إلا أن طريقة تدبيره وعدم توافد الكسابة يقلقان الجميع، خاصة وأن جل الأضاحي المتوفرة لحدود اللحظة في هذا السوق تتفاوت أسعارها بشكل كبير مع السنة الماضية، وتخيل حالة من الترقب في صفوف سكان مدينة طنجة بخصوص عيد الأضحى هذه السنة، في وقت طمأنت بعض المصادر الجماعية أنه مع افتتاح السوق غالبا ما يشهد مثل هذا الترقب في انتظار وصول الكسابة من مختلف المناطق، ناهيك بوجود الآلاف من الأضاحي التي ستوجه إلى هذا السوق والقادمة من بعض الدول كإسبانيا وغيرها في انتظار تحويلها إلى هذا السوق. وعلى صعيد آخر، توجه المئات من المواطنين إلى الأسواق الموجودة قرب المحلات التجارية الكبرى، حيث بات الإقبال على هذه الأضاحي أكثر من الولوج إلى سوق الحرارين في سابقة من نوعها، إذ غالبا ما يتفادى المواطنون هذه الأضاحي بسبب ما ينسج حولها من شائعات أحيانا، غير أن هذه السنة يبدو أن الجميع بات يبحث عن اقتناء الأضحية قبيل مرحلة الذروة والضغط الشديد الذي يعرفه السوق المحلي للحرارين. للإشارة، فإنه بفعل التخوفات المرتبطة غلاء أسعار الأضاحي بطنجة، فإنه تم تخفيض نحو 3 هكتارات من الأراضي العارية بمنطقة الحرارين بالمدينة لإقامة السوق السنوي المتعلق بأضاحي العيد، وهو ما سيمكن الكسابة من التوافد إلى عاصمة البوغاز بكل أريحية تقول المصادر، وبالتالي العمل على توفير رؤوس الأضاحي حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن هذه التنبيهات جاءت من لدن السلطات المحلية إلى جماعة طنجة بغرض التخفيف من حدة الغلاء المرتقب بسبب تدبير الشركة المفوضة. يتخوف مربو الماشية والشناقة الوسطاء من إغراق السوق المغربية بالخرفان المستورد، خصوصا بعد ورود أخبار تفيد بأن الاستيراد مستمر. فبعد الاستيراد من إسبانيا تم اختيار دول أخرى كرومانيا والبرتغال، وهو ما ينذر بإغراق السوق بالأغنام المستوردة، مما سيسهم بشكل أو بآخر في انخفاض ثمن الأضحية إلى مستويات قياسية. ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية استفادة المغاربة المتأخرين في شراء أضحية العيد من ذلك.
في هذا السياق قال بوعزة الخراطي رئيس جامعة حقوق المستهلك في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية إن هناك قطاعا وطنيا ينتج الخرفان وبالتالي تكلفتها هذه السنة ستكون مرتفعة، لكن ما نخاف منه حاليا هو أن يكون ثمن الأغنام المستوردة المدعمة من طرف الدولة بنفس الثمن الذي تباع به الأغنام المحلية، لذلك نطالب الحكومة بأن تقترح حلا لكي لا نقع في هذا المشكل. الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى موسكو ستكون لا محالة مدخلا لكل الشرور التي ستحيق بالجزائر في المستقبل القريب، وستكون السبب في جعلها هدفا للأطماع الخارجية. فالرئيس تبون وضع كل البيض الجزائري في سلة بوتين، ويعتقد بأن هذا الأخير سيضمن له النجاة من القانون الأمريكي بعدما رفعت فرنسا يد دفاعها عن الجزائر. وتبون يعرف جيدا أن العقوبات الأمريكية قادمة لا ريب، ويظن عبثا أن الدخول في مجموعة البريكس سينجيه من مخالب البنك الدولي والنظام المالي المغربي. ظهرت في خطوات الرئيس الجزائري الأولى وهو ينزل من طائرته وقد بدا مرتبكا منذ البداية، لن نقول أنه كان ثملا وكاد أن يقع من درج الطائرة، رغم علمنا أنه يعشق ويدمن الكحول، وهذا شأنه وشأن الجزائر العميقة التي آمنت به وببرامجها، لأن الوضع الذي ظهر به عبد المجيد تبون يؤكد أن الرجل مريض، وأنه لربما مرضه يفرض عليه الحصول على عقار قوي يجعله في نصف وعيه، لهذا رأيناه يتشبث بيده اليمنى على حافة درج الطائرة وقدماه بالكاد تحملانها. ويجب أن لا ننسى بأن قدمه اليمنى بثرت منها الأصابع خلال رحلة علاجه بألمانيا، بالإضافة إلى أن شنقريحة لا يحتاج إلى رئيس بكامل وعيه، فيكفي أن يكون قادرا على قراءة ما حرر له في ثكنة بن عنكون. وحتى لا تسرق منا تفاصيل هذا المقال، نريد أيها المشاهد أن نركز على صلب الزيارة التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أبعاد، أولها سياسي وثانية اقتصادي وثالثها عسكرية، وسأحاول أن أتناول هذه المحاور الثلاثة في أكثر من تعليق حتى نتمكن من الإحاطة بهذه الزيارة من كل جوانبها، لأن بها كمية من التفاصيل محبطة ومخيفة للشعب الجزائري. إذا كان المغرب طبع مع إسرائيل من منطقة المصالح وبغرض الوصول إلى عمق الأسرار الكبرى لهذا الجنون التكنولوجي والعلمي، فإن الجزائر العميقة وبدافع الخوف من الرباط وواشنطن وباريس أرسلت الرئيس تبون ليسلم لبوتين مفاتيح قصر المرادية كي يتخذ القرارات بالنيابة عن كل الجزائريين، ووضعت بين يديه أصول شركة سونتراك، وشرعت في وجهه العمق الإفريقي بدءا من مالي وليبيا. لن نستبق الأحداث وسنكتفي هذا التقرير بالجانب السياسي، ونخضع كلمة الرئيس الجزائري خلال الاجتماع إلى التفكيك كي نتعرف على هوية كاتب خطابات الرئيس الجزائري، ونعود هنا إلى خطابات قائد الجيش الجزائري واستخدامه لعدة مصطلحات نراها قد استخدمت فيما قبل بشكل فج في خطاب الرئيس المؤقت الراحل عبد القادر بن صالح حين اجتمع مع وفد روسي يرأسه بوتين خلال القمة الإفريقية الروسية بمدينة سوتشي. حينها كان الراحل قد أخبر الرئيس الروسي أمام وسائل الإعلام أنه طلب هذا الاجتماع ليطمئنه بأن الوضع في الجزائر متحكم بها. عندها لم يجد الرئيس الروسي غير ابتسامة استهزاء ليرد بها على كلام مخاطبها الذي بدا كخادم لديها. اليوم نرى الرئيس الجزائري تبون يستخدم نفس الخطاب مع تعديلات بسيطة في العبارة، وكأن الراحل عبد القادر بن صالح هو نفسه الذي يجلس مع الرئيس بوتين، والأكثر أن خبراء الطب النفسي مباشرة بعد مشاهدتهم للاجتماع لاحظوا ضيقا في تنفس الرئيس الجزائري واضطرابا في حركاته وهو جالس وصعوبة في نطقه للعبارة، وقالوا أن الرئيس الجزائري لم يستطع إخفاء حالة الخوف خلال هذا الاجتماع، وكان قليل النظر إلى عيني بوتين وكأنه أمام قاضي ينتظر منه النطق بالعقوبة في حقها، وأن هذا كله ناتج عن الإحساس بالدونية وعدم الثقة في الخطاب الذي منح له ليقرأها. نصل إلى ما جاء في الخطاب وهنا منتهى الخطورة، حيث على عكس العادة التي ألفناها في حواراته الصحفية كانت كلمة تبون مركزة وخالية من العنصريات، ولم يذكر فيها بأن الجزائر قوة إقليمية ولا دولة قارة لها جيش جبار، بل انطلق من موضوع الصداقة وقال أن الجزائر صديقة لروسيا ووفية لهذه الصداقة، وكأنه يريد الاعتذار للرئيس الروسي عن زلته بالبرتغال حين قال أن روسيا صديقة وأن أوكرانيا صديقة. وأضاف في كلمته أن الجزائر تتعرض للضغوطات ولكنها لا تؤثر على
هذه الصداقة في محاولة منه ليظهر أن كل ما سبق وحصل كان خارج إرادة الجزائر، خصوصا تصريحه قبل أسبوع فقط من هذه الزيارة، وبملء إرادته لوسائل الإعلام بأن الجزائر لها رؤية متناغمة مع واشنطن في جل القضايا وقبول الجزائر بشروط واشنطن ولندن قبل الحصول على منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن. مباشرة بعدها بدأ الرئيس الجزائري يكيل المديح والشكر لروسيا، وإذا أغلقت عينيك أيها المشاهد وأعدت الإنصات لهذا المقطع من خطاب تبون، سيخيل لك وكأنك أمام مشهد من أفلام تاريخ الفراعنة، حيث تبون يجتو على ركبتيه أمام بوتين المتربع على عرش عظيم وهو يشكره على صون حرية الجزائر وعلى تسليح الجزائر والدفاع عن الجزائر. فالرئيس تبون لم يستخدم عبارات الشكر بل اختار الامتنان ونطقها بعاطفة التوسل، وهو الكلام الذي إن حاولنا منه عمقا شعبيا عربيا فهو يشبه مشهدا من الأفلام المصرية في الأحياء الشعبية زمن الفتوات، كأنه رجل مغلوب على أمره يقول لحم كتفنا من خيركم يا كبير، أنا من إيدك دي لإيدك دي، بس أنت ترضى علينا يا باشا وربنا كلنا بتاعك. ثم أعقبها بطلبه المباشر من روسيا مساعدته كما فعلت في مجلس الأمن حتى يتمكن من الدخول إلى مجموعة البريكس، وقال أن هذه الرغبة هي للهروب من منطقة الدولار والأورو. وهنا يكون الرئيس تبون قد وقع في المحظور وأحرق كل سفنه الاقتصادية وعلاقته مع أوروبا وأمريكا، رغم أن عائدات الجزائر كلها من بيع الغاز لأوروبا يؤدى عنها بالأورو، وأي محاولة لفك ارتباط العملة الجزائرية بالدولار والأورو سيزيد متاعب الاقتصاد الجزائري، ودول البريكس كلها لا تزال تبحر في الأسواق الاقتصادية مستعينة بالدولار والأورو بما فيها الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا باستثناء روسيا التي حظرت من نظام سويفت المالي الدولية. سنترك التفاصيل الاقتصادية إلى الموضوع القادم حتى نحدثكم أيها المشاهدون عن التنازلات التي قدمتها الجزائر لبوتين من أجل الانضمام إلى البريكس، والتي لا يمتلك الاقتصاد الجزائري شروط العضوية فيها. ونكتفي بقراءة خطاب تبون سياسيا ونقول أن هذا الرجل يكرر خطأ كل من صدام حسين ومعمر القذافي اللذان سعيا إلى الاستقلال عن الدولار الأمريكي فحصلت الفوضى في بلدانهم واضطروا لمواجهة العالم وليس أمريكا، لأن من يدير العالم حاليا هو البنك الدولي والشركات القوية، ومحاولة الاستقلال من نظامهم المالي سيكون بمثابة إعلان حرب عليهم. والجزائر ليست روسيا ولا الصين كي تصمد في وجه هؤلاء، وقريبا سنرى تكالب المنظمات الحقوقية على الجزائر، وقد نشهد دعما فرنسيا رسميا لانفصال إقليمي للقبائل والأزواد. ولهذا قلنا في عنوان هذا الموضوع أن تبون قد يكون غورباتشوف الجزائر، وقد يكون مخططه الذي لا يعلمه وأيضا هو تقسيم هذه البلاد وبث الفوضى عليها. بأجواء شعبية اختلط فيها الرقص بالموسيقى على طريقة مغربية، اختار زملاء الإعلامي عبد الصمد ناصر من المغاربة العاملين في قناة الجزيرة توديعه بحفل تكريمي. ونشر الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر تغريدة على حسابه في تويتر شملت فيديو وثق حفل تكريمه ووداعه من قبل العاملين بالقناة القطرية، وقال في تغريدته متقدما بالشكر للقناة القطرية وزملائه فيها: شكرا لزملاء الأعزاء مغاربة الجزيرة على حفل الوفاء وصون العشرة بالمحبة وبهذه الحفاوة نودع يا أولاد الأصول. وظهرت على أحد جدران المكان صورة كبيرة للإعلامي المغربي وقد كتب تحتها حفل تكريم الإعلامي الكبير عبد الصمد ناصر، وظهر على الطاولة قالب طرطة أبيض عليه ألوان العلم المغربي. تجدر الإشارة إلى أن فسخ الجزيرة القطرية للعقد الذي ربطها بالإعلامي المغربي ل26 سنة أثار حملة واسعة من التضامن في صفوف المغاربة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهبت الأغلبية إلى اعتبار وقوف أيادي جزائرية وراء فسخ عقد عبد الصمد ناصر. وبدورها استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضمن بلاغ سابق لها ما أسمته بالقرار التعسفي، مشيرة إلى أن بعض العاملين في القناة نفسها وفي قنوات رياضية تابعة بها لم يدخروا جهدا في الإساءة إلى الدولة المغربية ومؤسساتها بما في ذلك المؤسسة الملكية.
انتقد الدولي المغربي السابق يوسف شيبو محلل قنوات بي سبورت القطرية الطريقة التي خاض بها المنتخب المغربي مباراة جنوب إفريقيا برسم الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023. وقال شيبو خلال الاستوديو التحليلي الذي أعقب هزيمة الأسود أمام منتخب البافانا بافانا 2-1: اللاعبون يحتاجون للراحة والاستفاقة، هناك لاعبون يلعبون على الماضي، لكن هذه إفريقيا. وأضاف قائلا: كانت هناك أخطاء كثيرة على مستوى الدفاع، منتخب جنوب إفريقيا كان قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف إذ لم يكن هناك أي تركيز بالنسبة للمنتخب المغربي منذ بداية اللقاء. وأردف قائلا: الهدف الوحيد للمغرب جاء بمجهود فردي، لقد كان على المدرب أن يعطي أوامره للاعبين ليكون هناك انضباطا أيضا. واختتم شيبو حديثه قائلا: يجب إعادة النظر في بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أي شيء، والرجراجي عليه أن يعرف كيف يتعامل مع بعض اللاعبين. قدمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم مشهد إغراء واحد كان سببا في طلاقها من زوجها بعد مشاهدته للفيلم الذي احتوى على هذا المشهد. لقاء تلفزيوني أطلس من خلاله الفنانة المثيرة للجدل أكدت من خلاله أنها قدمت أدوار الإغراء مرة واحدة فقط في فيلم الإمبراطور الذي قامت ببطولته نادية الجندي وأخرجه علي عبد الخالق. وتحدثت غادة إبراهيم عن ردة فعل زوجها على هذا المشهد مؤكدة أن خلافات كبيرة كانت بينهما في ذلك الوقت، وكان هناك نية للانفصال لدى الثنائية، لكن عرض الفيلم ورؤية المشهد تسبب في تسريع عملية الطلاق وفق تصريحاتها، الأمر الذي تم نهاية تسعينيات القرن الماضي وقت أن عرض الفيلم، خاصة أنها فوجئت أن المخرج وضع بعض الإضافات على المشهد حيث لم يظهر كما كان مكتوبا على الورق. وخلال اللقاء وصفت غادة إبراهيم ملابسها بالموبقات، وذلك خلال حديث عن نوعية الملابس التي تختارها بعد أداء العمرة، مشيرة إلى كونها لا ترتكب الكبائر لكن ملابسها تعد من الموبقات. كما تحدثت عن مشروع زواج لم يكتمل من رجل عراقي، زعمت خلال اللقاء أنه يرتبط بقرابة مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن الأمر لم يتم في النهاية. وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها غادة إبراهيم الجدل، حيث دخلت في أزمة كبرى قبل سنوات مع إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وقت وفاة الفنان الراحل سمير صبري. وهاجمت غادة إبراهيم الثنائي واتهمت إلهام شاهين بأنها منعتها من الذهاب إلى جنازة الراحل، وهو الأمر الذي رفضت إلهام شاهين التعليق عليه وقتها. أكد الناخب الوطني وليد الرجراجي أن مواجهة جنوب إفريقيا كانت فرصة أمامه من أجل تجريب بعض العناصر الجديدة، مشيرا إلى أن البعض منها كسب الرهان مقابل إمكانية خسارة البعض الآخر لفرصة العودة للمنتخب المغربي. وقال الرجراجي في الندوة الصحفية التي تلت الهزيمة أمام جنوب إفريقيا 2-1: أهنئ الخصم على الفوز اليوم على أرضه، في الشوط الأول لعبنا بإرادة أقل وخطأ المحمدي ساعد جنوب إفريقيا على أخذ الثقة أكثر. أعلن أشرف حكيمي يومه السبت عن تقديمه لمؤسسته أشرف حكيمي، وذلك من خلال حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي. وعلق نجم أسود الأطلس وباريس سان جيرمان الفرنسية على هذا العمل الخيري بمتحمس لتقديم أشرف حكيمي فونديشن، وهي مبادرة هادفة مدفوعة برؤية تمكين الأطفال للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. وأضاف أشرف حكيمي: من خلال التركيز على التعليم والرعاية والرياضة نهدف إلى تزويد عقول الشباب بالأدوات التي يحتاجونها للتميز والاقتراب من تحقيق أحلامهم. يذكر أن أشرف حكيمي قام بالعديد من الأعمال الخيرية من خلال زيارته لمؤسسات رسم من خلالها الفرحة على محيا الأطفال. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.